بنحييكم عبر شاشه تلفزيون لبنان، رح كون معكم بحلقه جديده من حلقات ماكول. هنا رساله فيك ست فيفيان. اهلا فيك. كيفك؟ الحمد لله. انا بدي اقول نشكر الله شيف انك موجود وعم نقدم حلقه، لان رغم اللي عم نسمعه من هال يعني وعم نشوف من كورونا، يعني ان شاء الله ما يضل فراغ لحدا. ان شاء الله ما يضل فراغ، واهم شيء الانتباه. إيه؟ مش المهم انه واحد يكون مسرسب للكورونا، بده يكون منتبه من الكورونا. يعني اهم شيء مثل ما بيقولوا ثلاث اشياء اساسيات: يغسل ايديه على طول كل ما يشوف حدا، اذا شفتك ما بستحي منك بليك اعملي معروف خليكي إيه؟ بعيده، بنلبس الكمامه وخلص. هيدا هو. واذا بلاقي حال واحد بيقول له يا خيي كرمالك مش كرمالك. بركي انا بدي اعديك. يوم حلقتنا هي حلقة كتير طيبة ومميزة وحلوة، طيبة بالأكل، طيبة من بعد ما ندوقهم، وهي أربع أنواع من المناقيش الجديدة يلي رح نعطيكم إياها أنا والست فيفيان ودائما عبر شاشة تلفزيون لبنان. هالمناقيش رح نعمل عجينة وحدة. هون عنا كيلو طحين، بدنا نقله نص كباية زيت نباتي، خميرة البيرة ملعقتين صغار، ملعقة كبيرة من السكر، ملح ملعقة صغيرة ونص، ومنخلطهم مع بعضهم، وبعدين مي فاترة. دايما منقول مي فاترة مش مي سخنة، لأنه بس نقول مي سخنة ونضيفها على الخميرة منموت مفعول الخميرة، ببطل يطلع عنا عجين. هلا العجينة بشكل عام لازم ترتاح ساعة، يعني حنريحها ربع ساعة ثلث ساعة بقى نشتغل. شو بقى نعمل؟ عندي اليوم إلنا أربع أنواع من المناقيش. عندي مناقيش بالجبنة والبندورة، ولا بتشوفوا كيف جبنة بيضة. عندنا مناقيش بالفاصوليا الحمراء، عندنا مناقيش بالحمص المطحون، وعندنا مناقيش بالأورمة مع الكشك، مع الأورمة أو كشك مع اللحمة. وبتصور كتير بيوت عندها فاصوليا بالبيت، عندها حمص بالبيت. إذا مش متوفر عندهم بهالأزمة اللي تسكر فيها، بصل أخضر أكيد هلأ بيكون فيه، ولو دبلين فيها نستعمله. إذا مش متوفر فيها نستعمل البصل اليابس. وبقدونس إلا ما يضل عندكم للمنظر، بندورة ما بدأ إلا رسائن وشوية توابل، ومنشوف كيف منساوي الحشوة والعجينة نحن وياكم، وتشوفوا كيف بيطلعوا رح ينبسطوا. العائلة اللي فيها أولاد كتير كتير رح ينبسطوا فيهم، لحتى الولاد بيصيروا يساعدوا أهليهم فيهم، لحتى الشباب والصبايا لحتى الكبار كمان بينبسطوا بهيك شيء. وكلنا تقريبا عنا طحين، كان هالطحين إما الناس اشترت بالأول وكان سعره رخيص، وفي منهم كمان إجيهم دعم أو إعشات من الطحين. والطحين مثل ما منقول ما بيسوى، ما منقول عنا مخبينه، ما فينا نخلي هدي عنا أكتر من 6-7 أشهر، وبالأخص بمنطقة الساحل. هلا بنحط الطحين. حطينا ملعقة صغيرة ونص من الملح، سكر ملعقة كبيرة، حطوا يون خميرة ملعقتين صغار، بنخلطهم مع بعضهم. ايدي مغسلين، حغسل كمان حفرجيكم على طول. بنغسل لو ما لبسنا شفوف لانه ما في يدس الماي. أنا ولابس كفوف، هاي الماي بدي دسها بهالشكل هذا فاترة. هذا هو الفطور، معناته أنه فيه حط إصبعي فيها وما بحس، بقول أخ سخني. لا على مهني استنت يعني شيء. نحط زيت قبل شيء. طيب يا انتهينا بالماي. بنحط زيت نص كباية، هاي العجينة بتمشي لأربعة من هالأنواع. بنخلط الزيت معها مزبوط. أنا بهالوقت يحط طنجرة صغيرة على النار لنساوي فيها الكشك. الكشك في كتير بيوت بتكون محضرة أو ورمة بالبيت، ما بدها غير تحط شوية ثوم، بعدين الأورمة، ومن بعد ما تحط الأورمة نخليكي ترجعي لورا. ما بيأثر. هي الثوم، إذا عندنا أورمة دغري بنحط الأورمة معها، ما عندنا يا شوية لي أو نتفة صغيرة زيت. بنحرك بملعقة خشبية، وكثير من أهالي الجبال لحتى السواحل، بس هن أساسا من الجبال، كلهم بيتمونوا الكشك.
وانه الكشكو بيحضروا قوارم. شو ضيق عليكي هيك ضيق هيك شوي يلا ريحك عصي ما يقولوا حرام ما عندي شوي كبير. وبناخذ اتصال نزدينا شوي. الو الو بونسوار شيف انطوان. بونسوارين يا اهلا وسهلا فيكي. بدي اسالك سؤال، عندي كيلو ونص لقطين مقشر. نعم. قديه بده بدي اعمله مربى؟ بدك اياه مربى شقف او مربى عادي؟ لا مربى شقف، بدي انقعه بال بمية الكلس. ايه طيب مية قديه بدهم كلس؟ بدك كيلو ونص، بتجيبي لتر مي. نعم. بتحطي فنجان قهوة وشو ملعقتين من الكلس فوقهم. نعم. بتحركيهم. نعم. بتتركيهم على يروق مية الكلس شو ثلاث ساعات ساعتين ثلاثة. نعم. بعدين المي بتزليها. نعم. تنقعي فيها قطع اللقطين بين 12 و15 ساعة. نعم. بعدين بتشيليها بتغسليهم أربع خمس مرات. نعم. بترشي عليهم نص ملعقة صغيرة من حامض الليمون. نعم. تتركيهم مع حامض الليمون 12 دقيقة. نعم. بتضيف عليهم كيلو نص سكر. نعم. تتركيهم معهم من عشية لعبكرة. نعم. أو ثلاث ساعات. نعم. بعدين بتحطيهم على النار معك محبة كبشة قرنفل، بتغليهم ساعة وعشر دقايق، آخر شيء ملعقة كبيرة ونص عصير حامض وبتشيليهم. ما بدهم مي. ما بدهم مي. هن ببقوا مي. برافو عليك. لكن اصبح لازم زل، اذا بقي شويه كلس بالمي لما بزله بياثر شيء؟ ما بيبقى. ما بيبقى. نكون صريحين، اذا تركتيها ثلاث ساعات على مسؤوليتي بيفصل الكلس عن المي. بيبقى الكلس بالكعب يعني. برافو عليكي. لانه الكلس هو ثقيل. نعم. بيرقد بالكعب، ان تركتيه هلا تركتيه نص ساعه اكيد بيضل فيه. نعم. بس وقت الان انا قلت لك ثلاث ساعات. وقت بتتركيه ثلاث ساعات على مسؤوليتي ما بيصير شيء. لكن لتر مي بده فنجان قهوه كلس. فنجان قهوه وملعقتين. ملعقتين كلس. وين رحتي بالملعقتين؟ خبريني. خبيتهم. ايه معك حق. ميرسي ممنونتك انا. بخاطر عيوني بخاطري. تكرمي. هلا اذا كانت مجلدتهم قطع شاف ما فيها ترجع تعملهم انه تنقعهم كلس وهيك. ما عادش يزبطوا كثير. ما عادش يزبطوا ايه. تعملهم كبه او تعملهم مربى مثل مربى التفاح وخلص. او بدها تحطهم تعصرهم وتحطهم. ايه؟ قطع ما بيمشي هون. عم نقلي اللحمه. وهي اللحمه هي 150 جرام. بدهم. هلا الستات اللي كانوا عاملين عجينة الغطاس بحطوها بشوي مي فاترة وبحطوها فوق. لا هن بيشيلوا عجينة منها شعفة وبيعملوا العجينة فيها بتتخمر معهم. أصبح حطينا هون شوية زيت، حطينا اللحم المفروم يلي ما عنده قوارمة. هلا لنفترض عنده قوارمة، حطهم وحط القوارمة، بنضيف لهم الكشك. لا بدي كنتف نقطن على الأرض. يلا نرجع منحرك الكشك معهم. بحط معهم شوية ماي وصاروا جاهزين. خليهم يغلوا ولا بشتغل فيهم. وبناخذ اتصال. الو الو بونجور. بونجورين شيف انطوان. نعم. بوناني. ميرسي علينا وعليكم. ما بتصدق صار لي سنه عم جرب. يلا سنه هاي السنه هاي السنه مليحه هاي بالاتصال بس نحن وياكي. ايه انت بلش اطلب قبل ما تحط النمره صرنا نعرف عن غايب. نعم. ليك شو بدي اقول لك. مطير صوت التلي بس بالتليل منيح كثير الصوت مزعج. دقينا لديش ما عرفتش اذا رح يضبطوه.
بدي اسالك، نحن جروب نسينا عم نتشارك بس هون تلالي بوم اخذنا بتلالي مياه. ايه تلالي مياه، تلالي بوم بدي اقول. اه الصوت كثير مزعج. يلا هلا بيزبطوا لك اياه. ليك عم نتشارك نحن النسوان. هلا فرق الصياني جاهزه 24 على 24. امول معروف. عم نتشارك نحن النسوان بالحي. نعم. انه بيغسلوا الدجاجه ما بيغسلوها. هلا اول شيء نحل شغلي وشغلي. راجع الستلايت عندك قولي له تلفزيون لبنان عم يجي عنا منه مزبوط، لانه نحن الانترنت عنا كثير منيحه. قلت له من يومين بعده. قولي له على مسؤوليتي، قولي له شيف انطوان بقول زبطنا الستلايت عندك، هاي وحده. نعم. الشغله الثانيه شو بدك قلتي لي؟ عم تشيل على النسوان بالحي اذا بغسلوا الدجاج ما بغسلوش الدجاج. مزبوط. هلا الدجاج هو اساسا تبي مغسل، مثل ما منجيب البرغل مغسل والرز مغسل والعدس مغسل وهو بالكيس ومعقم، ولكن الافضل بالبيت اذا معنا وقت، يعني مش اذا جبت دغري الدجاج ومستعجل انا بغسلها وبدي اقليها بترطشني مي وتجوي المطبخ يمكن بتحرقني، بس اذا ما فاضي على وقتي لا، الافضل انه نغسلها نحن بالبيت بميتنا ونعرف بشو صايره. مزبوط. انا هي خسرتي انت، هي خسرتي. لا الامريكان بيفتحوا الحنفيه وبيطرشوا الدنيا، نحن نضاف انه انا عامل جاز ازاز بس للدجاج. نعم. كل شيء دجاج وبرجع بطهره. نعم. يعني لازم يتغسل، مش معقول ما في ريحه في هيك، يعني بياكل عند ناس مش مغسلين. مزبوط. بشرعوني لا ما بغسلوها الدجاجه، ما لا لازم تتغسل اذا قبل بوقت، بس انتبهي اذا واحد اعتبري انا اليوم اجى لعندي ناس فجاه. نعم. هالدجاجه بدي اقليها لحطها مع شويه مي. نعم. ما بقدر اجي اغسلها واقليها، لو ضلت 10 دقائق ما بتصفي منها المي، بتصير تطرطش وتفقع عندي، يعني بهيك حاله مجبور مشيها. نعم. هيدي الضروره، بس 90% من الاساس لازم نغسلها. داكو. منيح؟ شو ما بدي اسالك، ما صدقت انه رديت. يلا وانا انبسطت فيكي. طيب بدك ترجع تعمل لنا اسمع ما عاد فيني دقيقه فكر. مسموح لي فتي؟ الفتي؟ طيب الفتي شو بها؟ هيك عند البابا منوصل وعندك ما منوصل على التليفون. تسلمي تسلمي. اصبح هي اول حشوه، يلا هون كسريهم شوي بعد، هون في اثنين على الطرف. نكسرهم. هلا في منهم شافي بينقعوا للفروج بملح. ما بده لا خل، ما بده بدنا نرجع لها لنوضح. بيصيروا يقولوا لك لحتى يصير خل على الخل بيزنق، بالعكس بيقولوا ما بيزنقش، وبعدين بيصير اذا في ميكروبات على الجلد، اجمالا الميكروبات بتكون على الجلد، بس تحطي خل بتفوت لجوا. بدنا نكون صريحين، خل ما بده. يلا نزلي هون لنعمل الفاصوليا. يلا الفاصوليا، يلا بلشي لنا بالفاصوليا. أصبح هون للجبنة حطيت بندورة مفرومة ناعمة، بقدونس ناعم حوالي الملعقة ونص، بصل أخضر أو بصل يابس، شوية زيت زيتون، ملح ما بحط. ليه؟ لأنه بتعرفوا الجبنة مالحة، بنحط لها شوية بهار أبيض وبخلطهم مع بعضهم. هلا ما بتزبط من هاود الكيس المبروش شايف موزاريلا، مش هيك؟ بتزبط، بس هي اطيب الابيض. هاي هاي الدوبل كريم، او فيكم فتة، او فيكم حلوم، او اي نوع جبنه بيضة. هديك لانه بتصير صلبه بقلبها، بتقسى اكثر. هي بتقسى، هاي لهي اطيب. هلا للحمص، ضيف علي كزبرة يابسي، بودرة الكاري، كمون، ما بده كمون بلاها، شوية زيت زيتون
وزيت نباتي بصل اخضر ومناخد اتصال. وهو كمان بصل. برافو. يلا نزليهم. الو هون كمان بصل اخضر للفاصوليا، بقدونس ناعم، وهون كمان بقدونس ناعم للحمص. للفاصوليا بنحط ملح، بنحط بهار ابيض، بنحط بابريكا حلوه نص ملعقه، وشوية زيت نباتي. هلا اذا مش موجود البابريكا شيف، فينا هيك قرن حار من قرن فليفلة حلوة يكون احمر. فليفلة حلوة. ايه لانه مش حار هيك. يا هذا خلصنا منه. هون رح بلش انا وياكي بالشغل هلا. هون بعد عنا برش حامض، بنحط البرش الحامض شوي للحمص او اكترون، وشوي للفاصوليا. زست الحامض، بس برش الحامض. يا هيدا خلصنا. رح نوسع ليك. هات لك اشتغلي. مدي نص العجينه كلها، نص العجينه شاهل. بعمل لك راس شيف شايك. ايه اعملي اربع قرص، كل وحده قسم. هاي الحمص. هلا بناكل هالمنقوشي بالحمص او بالفاصوليا كاننا عم ناكل بليله، واطيب صخري. وهي كلها اشياء عم نسويها بالمناسبات يلي هو عم ينزل مستوى القدرة الشرائية بالمجتمع اللبناني، منشان هيك هيك اصناف بنساعد كثير من العيال، وبالاخص هلا بهالتسكير انه كثير من الناس يساووا هالاصناف هيدي بكل سهولة، ومنا مكلفة كثير. ايه وموجود ببيت وموجودين بالبيوت بيشيلوا يعني شو بدها الام؟ بتنقع كباية حمص وبتستقى. بناخد اتصال. الو الو. ليش متعذب هيك؟ دغري دغري حطي مشي لنلحق. يعني عندنا بدنا نلحق بالوقت. هون انا رح مشي على كارت هلا. العجينه ماشي عند ست فيفيان. انا كل واحد شو بده منكم بيتصل هلا بيقول لي بدي منقوشي على حمص، بنعمل له منقوشي يعني جبنه ديليفري كمان مأمنين على اوارما كمان مع الكشك او لحمه مع الكشك. يلا هاي المقلايه مثل ما هي ما بنحط عليها شيء. وين المقطعي؟ منشان نعملها شكل جالس هيك كبرها بعد. يلا نعملها بهالشكل. فيكم تجيبوا صحن وتسووها على صحن. عظيم. هاي رح بلش بالكشك انا.
نجيب ملقة تاني معها. هلا بس تسخن ترجع بتعطي. خلصت واحدة تانية؟ هيدي التانية لأنه بنلحق. اسمع بنعمل هيك ما بنلحق. حطها شي مطرح؟ يلا هلا تسخن. هيك شفت لين هاي العجينة الثانية. شفت لين الناس شاف هيك متمسكين بتلفزيون لبنان وبرنامجك مع بتعطيهم اشياء يعني الست تقدر تعملها بالبيت بهالشكل. كمان بنعملها بأوفر بهيك على الداير. ايه وبتمد هيدي يعني بياكلوا منها على يومين. هالكيلو بياكلوا منه على يومين. نرجع مننوّس النار لتستوي العجينة عمهلة. نرجع مناخد اتصال. ألو 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 بونجور. بونجور شيف أنتوان. بونجورين يا أهلا وسهلا فيك. يعطيك العافية. الله يعافيك. ليش بدي عزبك بدي طريقة أرنب مشوي. أرنب مشوي عندك مشكلة لنبيتشي؟ لا أبدا أبدا. تكرمي عيوني تكرمي. الأرنب بشكل عام وبالأخص إذا كان بري مغذي كتير ولكن لحمه منشوفه نحن إنه هاللحم كمان بناخد اتصال. الو الو بونجور. بونجورين شيف انطوان. انا عندي كتابك بس نعم. بدي منك القشطه تبعت القطايف اذا فيني اعملها بالبيت فيني عزبك. هلا انتبهي. نعم. اي قشطه يلي بيبيعوها بالسوق الغالي او امانه رخيصه؟ لا في القشطه بيبيعوها بالنسلي يعني قشطه نسلي بيبيعوها بيعملوا فيها قطايف فينا نعملها بالبيت بالنسلي. ايه نعم بالنسلي بكل السهوله بتتساوى بالبيت. نعم بس في زهرة القشطة. نعم هاي اللي ما بتتساوى بالبيت صعبة. نعم أنا بدي القشطة اللي بيعملوها للقطايف الطبخة يعني طبخة. ايه اوكي ايه فينا نعملها بالبيت القشطة. يلا ايه بتنعمل بتنعمل كذا. إيه؟ مرة عملينا مش شايفتينا؟ لا كنت ملتهية بالشغل كان في أكيد شغل. عندي كتابك وكل يوم بقعد بسمع عليك. تسلمي. بس القشطة ميرسي القشطة ما عندي إياها. يلا هلا بصير عندك اياها. نعم تكرم عيونك. الله يكرمك. رح تقول لي اياها على التلفزيون. يلا هلا بس اشرح لك. انا ممنونتك. يعطيك الف عافيه. تكرمي. اهلا وسهلا فيكي. باي. مش طالع عباله. مش حلو. بقلكن انا منهزها شوي صغيره بيمشي. كمان فينا نساوي لنلحق بمقلايه كبيره. هيدي الفاصوليا ونرجع نشرح الارنب. الارنب والقشطه والقشطه. هلا هاي مثلا شايف فينا نتركها وترفخ تعمل رغيف خبز؟ مش هون، هون ما بتطلعش. ما بترفخ؟ إذا في عندك فرن مثل تبع المنقيش بيساوي عليه المنقيش، نار بس على الجهتين. مش نار جهة وحدة بتزبط. إيه لأن أوقات بتحطها بالفرن ما بتمشي كمان. بده يكون فرن تضرب حرارته فوق 350. ونار على الميلتين تطلع معك.
بكل السهولة. لنا يومين بنبرم على خبز ما في خبز. كنت عملتي بالطريقة. كنا وفرنا برم وعملنا. للكشك بنبلش أول وحدة بنشيلها. هلا بنفرجيكم الكعب كيف صار محمر على نار هادية. حطهم هون. بنحط وحدة تاني محلها. يعني توقف مع محطة إعلانية ومنتابع حلقتنا أنا والست فيفيان عبر شاشة التلفزيون لبنان. تابع حلقتنا رح نبلش بالأرنب. هون نحن مسيطرين على الموقف، كل شيء ماشي. هيدي أول وحدة اللي شلناها، رح فرجيكم إياها من تحت كيف هي تحمصت يعني استوت. ولا كله بالأول نار شوي قوية بعدين نار خفيفة. هلا عندي الجبنة، بس الجبنة في حال في أعمل هالطريقة بغطيها شوي ليلى يطلع شوي عليها بخار وتذوب شوي. اي غطاء عندكم بالبيت، لو كان الغطاء هاي لو جبنا صينية، يعني كل شيء بنلاقي حل، مش ضروري انه حيلص. ما عندكم غطاء هاي صينية تطلع من فوق، ما بيأثر كله بيمشي. مش نعقد الامور، الارنب اصبح بشكل عام كتير مغذي ولكن شوي قاسي. لنحضره منقطعه لثمانية او عشرة او اتناشر قطع على بدكم اياه حسب الكبر بيكون. بفرم بصلة ناعمة صغيرة، حط معها شوية حب الهيل، حبتين ثلاثة كبشة قرنفل، جزرة بقطعها رونديل، ورقة غار، عرق اكليل الجبل، عود قرفة، نبيد، النيني، خل، ثلاث ملاعي عصير حامض، ملعقتين زيت نباتي، فنجان قهوة أو زيت زيتون. نرجع نرجع ننقعهم فيهم اقل شيء 24 ساعة، فينا ننقعهم 36 و 48 ساعة ما بيأثر، وبنرجع بنقلبهم القطع بقلب البراد ومغطيين بورقة نايلون. بس بدنا نحضره بنفرم بصلتين كبار، بحط معهم شريحة زبدة، بقليهم على النار، ضيف معهم حصين ثوم، ضلع كرات، ضيف ملعقتين طحين، بحرك الطحين دقيقتين على النار ليستوي الطحين، وبرجع بجيب قطع الأرانب بصفيها، ما بكب الزوم، بدي اياه كله، بلت قطع الأرانب بالطحين بقليها وبضيفها على الطنجرة فيها بصل وكرات وثوم نتفة زيت ومقليين. برجع بضيف كل الزومات اللي كانوا عندي على الأرنب، برجع بجيب حوالي 3 ارباع الكيلو جزر، بقطعه بالنص وبالنص لاثنين، بفرمهم بضيفهم عليهم، بجيب فطر طازة أو معلب بضيفه عليهم، بحركهم بتركهم يغلوا، بس يغلوا بنوس النار وبتركهم ساعة وربع على نار هادي. بيتقدم معهم بطاطا بيوري كتير طيبة معهم وخضرة سوتيه بالزبدة. تكرم عينك وأهلا وسهلا فيكي مدام. بطاطا بيوري بتسلق البطاطا هي وسخنة، بتحط شقفة زبدة وملعقة حليب. مزبوط، حليب بودرة ورشة ملح. هيدا الحمص خلصت. منحط هون فيش محل، هلا نفرجيكم اياهم بالاخر لنشوف الجبنه شو صار فيها. هاي الجبنه خلصت كمان، منجيب جاط
كمان بنحطها فيها. يبقوا بالزمان يعملوا العجن شاف ويعزموا الجيري. هلا بدي يرجعوا لي هيدي، هاي العيدات بدي يرجعوا لي. يبقوا يقولوا بالاول هاي كبير هاي. نعم. نظف بيتك ما بتعرف مين بدوسه، وغسل وجهك ما بتعرف مين ببوسه. هلا ممنوع البوسه، اوعى البوسه. عقم بيتك ما تخلي حدا يدوسه، كل شيء وللبوسه. غسل وجهك ما تخلي حدا يبوسه. هلا كل شيء تغير. هي الحمص الله يحمي كل الناس. هو بديك المزبوط، في بلاد برا بيعملوا هيك السلام من زمان، انحنى انحنى. هيدي احلى شيء. نحن عنا حبيبي ودغري، بس هلا تعود بلش يتعود. ايه بلش بقرب، انت بتبعد، بيكون ناسي حاله، بيكون ليه ايه بيكون ناسي وهاجم. وهي الكمامي شاف بتوحي له انه لا ما تقرب. لا انا بقول له طول بالك وين جاي، بقول لي امبارح عمل فحص، بقول له انا مش عامل فحص. يلا الله يشفي له. يلا الله يخلصنا منها، بركي هالشهرين بعد نحكي عليها ومنضحك والله ينجينا منهم. تكن اجا ليكون اجا اللقاح وخلصنا. تكن اجا اللقاح بيتلقحوا بالبيت احلى مي. ان شاء الله يشفيك. وبناخذ اتصال. الو الو بونجور شيف انطوان. بونجور هاني، اهلا وسهلا. كيفك؟ يعطيك العافيه. الله يعافيكي. شيف انطوان بدي اسالك، سفار البيض قد ايه بضاين بالبراد؟ لوحده او كله إيه سفار البيض؟ يعني اذا استعملنا البياض وتركنا الصفار خمس ايام وبيتفرز فيه؟ بيتفرز بس ساعتها لتعمليه عجي، بس للجاتو لا ما بيزبط. الو ايه للعجي بيزبط. للعجي اذا بدي اعمل معكرونه فيه كيف معك؟ يعني انا عم بعمل اوقات بيبقى عندي صفار عم بعملهم مع طحين. فهمت، عجينه عجين مثل عجينه النوي. ايه بيسوى بالفريزر ما بيأثر. ايه بظهره يعني قبل بوقت يخلي البراد. اكيد اكيد، شيليه من عشيه لبكره تحطيه. اوكي ايه اوكي. لكن انطوان بدي اسالك، الدجاج انا بشله الجلد تبعه قبل ما اطبخه حتى، ولا يعني ابدا ما بستعملها؟ لان هيك بسمع اخصائيين لانه جلدي جلدي بتضر. نعم بس بشوفك تستعملها يعني بالطبخ، بس نجي لنكلها من كبه. ما هي بيكون كل شيء فيها فات. لا بينزل ماشي، بينزل نتف صغير، بدنا شوي نتف من الدهن، بحاجه الجسم لشوي الدهن. اوكي بس كجلدي لنكلها لا ما بنكلها. انا بتعرفي مش من اليوم، صار لي اكثر من 25 سنه بقول، واول واحد قلت انه جلدة الدجاج لو كانت محمره وبتشهي ما بنكلها. اوكي يعطيك العافيه. الله يعافيكي تكرمي. نحن مش من اليوم قايلين عنا، بس اليوم في كتير طرق للاكل. اذا بتشيلي عنا شلدة الدجاج للدجاجة كتير بتتغير بعملية النكهة وبالوقت زيته للتقديم للشكل. ايه هي يعني فيها تخليها بس بالاكل. بالاكل على طول، انا على طول بقول تشيلها. انا اول واحد حكي عن هالشي. كمان ناخذ اتصال. الو الو بونسوار. بونسوارين، كيفك شيف انطوان؟ الك ولست فيفيان حدد. تسلمي تسلمي. هالست العيوقة اللي بتساعدك شطورة شطورة شطورة. تسلمي كثير لك ذوق. شيف انطوان بدي اسألك سؤال. نعم. في بودرة الهليوم؟ في كل شيء في بودرة، ايه ليش لا؟ طيب ها كيف بيستعملوها؟ بيستعملوها للشوربة بس. هاي شوربة بس؟ للشوربة. طب شوربة هيك لحال يعني بنحط لها مي وبنعملها؟ لا لا. لكن بتحطي أول شيء 4 ملاعق كبار من بودرة الهليون. أوكي. بلتر مي. بتحطيهم على النار. إيه. بتحطي على بوعي تاني شقفة زبدة. إيه. ترجع بتضيفي عليهم طحين. ايه بتحركيهم مع بعضهم شو نص دقيقة. اوكي. بتضيفي عليهم 4 ملاعق حليب بودرة. اكيد مخمني هيك يعني. ايه انا كمان. ايه وبتضيفي شوي شوي
مية الهليون يلي عملتيها من البودرة على عيون. واخر شيء بتضيفي اذا عندك شوية كريمة بتضيفي لها فنجان قهوة كريمة، اذا ما عندك خلص الله بيفرشها. اوكي هاي اول شيء. نعم. ثاني شيء في زيت النخيل، شو هذا زيت النخيل؟ يعني النخل البلحة البلح. شو بيعملوا؟ بتعملي مثل هلا نحن عم نستعمل، اعتبري هلا زيت مازولا. عفوا زيت الذرة او زيت دوار الشمس. تستعملي زيت النخيل، هلا اكثر الاكل الاسيوي بيستعملوا فيه زيت النخيل. اوكي ميرسي لكم، يعطيكم الف الف عافيه. تسلمي تسلمي كلك ذوق. ميرسي. يعني كل بلد كل شعوب بلد شو الارخص لها من الزيوت يلي بيطلع عندها فيها تستعملها. في مطارح قدين احنا عنا الافوكا، في مطارح بيستعملوا زيت الافوكا. يا اختي الاناناس ايه؟ بلاد برا بيكبوا نصه كالصغير والكذا بيكون الوق شوي ومريلة عركشة ايه؟ يكبوها. نحن عنا كان كتير غالي من زمان، هلا نيه صار مقبول، هلا رجع غلا. باستراليا كتير رخيص الاناناس. وهي الفاصوليا انعملت على الكبير، هاي الجبنة، منجيب وعي الجبنة ومنحط عليها هاي الجبنة. يلا ما عش بدي عجين خلص، يعطيكي ألف عافية. خلص خليها 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 على بكره. هاي زعتزناها. وبناخذ اتصال. الو بونجور. بونجورين بحياتك الشيف انطوان. شيف انطوان معك مدام ايلي. اهلا وسهلا فيكي بحياتك. بدي المهلبيه اللقطين. تكرم عيونك. يلا ايدي. امبارح حكيت عن الملوخيه اليابسه، اعمل لي اياها من الاول وجديد الطبخه من الاول لحتى اعرف كيف بدي اعملها. هي ويابسه بنقعها بالمي ولا لا؟ لا. طب يلا بتمرقيها على مي سخنه وبتشيليها بس. بس لانه اذا حنعطيها بالمي بتميلت. طيب بدي اقليها؟ بتصير تمغط. بدك تغليها بس دقيقتين. اقليها؟ نعم تقليها. لا ما بدي اقلي. ما بدي اقلي. طيب يسلموا. تكرمي. هاي الحمص. في شيء فرق. وبناخذ كمان اتصال. الو هاي بدي رح شيء بدي ارشيها. نجيب الطنجره نشيلها. روقي روقي شو بدنا نتحمص منيح. بحبهم فاصوليا. وبناخذ اتصال. الو الو مرحبا. مرحبتين. يعطيك العافيه. الله يعافيك حبيبي. اهلا وسهلا فيك. هون سؤالين. عم جيب بطاطا فيها ازرق اخضر على جنيبها، كتار بيقولوا هيدي بتسمم، يا هل ترى مزبوط او تفنيصه؟ لا بتسمم اذا اكلت فوق النص كيلو او كيلو منها. مين بده ياكل كيلو بطاطا؟ برافو عليك. بس بشكل عام بس تشوفها براس البطاطا انت شيلها، ونغلط ما شلتها ما بيصير شيء على مسؤوليتي. ممتاز. السؤال الثاني. نعم. عبجيب موزاريلا مبروشة. نعم. اكياس. نعم. عبيكونوا منفوخين بيهون شيء بيكون ولا لا؟ هلأ في شركات هي متعددة ومعامل ومصانع كل واحدة بتعمل شكل، يعني بجوز يكونوا نفخين عليه يبين حجمها أكتر، وبس انت تستعملها بتلاقيها زمت وصارت أصغر. الكيس بينفس، الكيس منفوخ. الكيس لا ما بيأثر هيك. ما بيأثر. هلا الكيس منفوخ كيف البن كان بالزمان يطحنوا قدامك بن، بعدين بيعوك بلوئية، بعدين يصير تروح نكهته وزيته للبن. آخر شيء لقوا طريقة إنه يضغطوا للبن ويقطعوا عنه الهواء، وهلا هاي الكيس كمان نفس الشيء بيقطعوا عنا الهواء. إنه ما في مشكلة. ما في مشكلة. لا. ممنون عينك. تكرم. أهلا وسهلا فيك. هي يمكن شاف كمان حتى ما تجمد على بعضها الجبنة. إذا هلا إذا كان البراد على طول ماشي حاله مزبوط ما بتجمد. بس هو شو بيصير؟
بيخافوا انه تنقطع شوي الشركات. لا هيدي حسويها عجينه، انا حسوي وحده غيرها اصغر. ساعتها بينفخوها بصيروا خايفين انه ينقطع، بس كمان اذا انقطع كمان بتشد نتف. انا كمان سائب معي هيك، سالته قال لي في شركات هي مثل ما قالت. ايه هي الشركات بتعملها هيك، بتضل تدري الجبنه. يلا نجيب جاط. هلا رح نعلمكم كيف بتحطوا العجين بالفريزر. لنفترض هاي العجين عجننا مرة واحدة وبدنا نتلبك، بعد يومين ثلاثة أربعة أيام خمسة أيام بقول بدي أرجع أستعمل، بتحطوا بالجات حسب العجين عجينتين مثل هوا، ترجعوا طبقة نايلون وفيكم نايلون كيس الخبز ما بيأثر، نقلبها هيك. هيدي بقى بدنا وحدة هون. هلا فينا نفوتها بكيس خبز كمان او كيس نايلون، وفينا مثل ما هي نحطها بالفريزر. هلا وفي حال شويناهن هيك فينا نضبهم بكيس مثل كيس الخبز. مزبوط، ما يحشوي انا وفرجيهم كيف كمان الطريقه الثانيه. هيدي هون هيدي لها جاط جديد. لا لا هنو جاط. يلا هاو خلصوا. هيدا ويلع شايف؟ ويلع. خدي هاي معك حطينا عندك. خلينا نفتح هون. ايه مثل ما مثل ما هون. كشكلة في وحدة يمكن يمكن تطلع نص وحدة، بدي اعملها بالصغيرة تطلع اعمار هيك. كمان بناخذ اتصال. الو الو مرحبا. مرحبتين، يعطيك العافية شيف انطوان. الله يعافيكي، اهلا وسهلا. ميرسي، بقدر اسألك سؤال؟ فيكي تسألي اربعة ولا؟ ميرسي. معذبة ومتعفنة. تسلم. بس انت كثير مهذبة مشان هيك عم تقولي لي. ميرسي. عندي سمبوسك بلحمة. نعم. بدي ابعتهم لبرا امريكا، كيف فيني ابعتهم؟ قلية كاملة، نص قلية او؟ لا قلية كاملة. ايه. بعدين بتحطيهم بفريزر اقوى واحد عندك. اها. بعدين بتحطي براد كمان بقلب الفريزر. اها. خلي سقع مزبوط هالبراد بدك تبعتيهم فيه. وبس يجي من غشار بده يمشي. ايه. بتحطي له اياهم وبياخذهم معه. وهونيك. واول ما يوصل. ايه. بده دغري يحطهم بالفريزر. بس يستعملون خلال شهر مش اكتر بقى. لانه مرق عليهم مرحلة انه يدوبوا شوي. بسخنهم بالفرن؟ ايه بالفرن. بالفرن مش قلي بيرجع. وفي يقليهم بدو ايه. اوكي اوكي ميرسي كتير. اكرامي. ميرسي كتير. اهلا وسهلا فيكي. هاي بيخلوها مع زيتون طيبة. شوفي كيف شهي كمان ناخد اتصال. الو الو بونجور. بونجورين، يعطيك العافية شاف. الله يعافيكي تسلمي. بدي اسألك شاف، عندي انا بازيلا يابسة. نعم. كيف بدي اسلقها؟ بدك تنقعيها 9 ساعات. نعم. بالماي او اكتر ما بيأثر، بعدين تسلقيها، بتشيلي الماي عنها بتغسليها، تحطي لها ماي جديدة شوية ملح، نار قوية بس تغلي، نار خفيفة وبتتركيها لتنطش. وما بحط لها كربونات؟ لا ما بدي ابدا. طيب فيني اطلب منك شيف طلب؟ ولو تكرمي. بدي الجلات دروال، علمتنا عليها هذيك المرة الطريقة البيتية، عملتها طلعت طيبة. طريقة بيتية عملناها. نعم. ايه بس بدي تعلمنا كيف نعملها تطلع مثل تبعية السوق هيدي اللي بتجي مثل الميلفاي بتفت. بدك تجيبي عجينة ميلفاي. مع عجينة الملفاي بدها 3-4 أيام، نحن إذا ساعة ساعة بقى نجي هون نعملها بتطلع معنا، ما بتطلع بالسهولة.
اوكي انا اذا جبتها خالصه كيف بدي استعملها؟ فيك تعلمني؟ ايه تكرم عيونك. يلا هلا الحشوه هي الزيتة اللي عملناها الحشوه زيتها فيك وفيكي تعملي لوز وسكر ما بس اوكي وفيكي لوز ومربى مثل ما انت بدك اوكي بس انا هاي الحشوه اللي عملتها انا كتير طيبه عملتها كتير طيبه الحشوه بس كان انا هاي بحبزها وبخلط مع اللوز بتطلع بتجنن اوكي هيديك يعني بجيبها شاف برقة شي ولا دغري بحطها كيف بستعملها؟ لا بدك تجيبيها وترقيها نعم عجينة الميلفاي أو الباستري شاف وبس ترقيها بتحطي أول طبقة على ميلي على عجينة عصينية بالشوكي بتخزقيها أوكي بتخبزيها لواحد أوكي ترجع بتعملي وعجينة تاني مثلها بغير صينية او من بعد ما تكون نضجت هيدي واستوت شلتيها لبرا تعملي العجينه الثانيه اوكي كمان بترجع بتخزقيها اوكي واذا خبزت كل وحده وحده برجع بفوتهم على الفرن مع بعضهم لا ما بدهم مع بعضهم عيوني هن لازم يكونوا بس تشتغلي فيهم باردين حطيها مع الحمص اوكي عرفتي كيف بس هن بتحطي اول عجينه بتحطي ساعتها عليها الحشوه مع اللوز اما مثل ما انا عملتها مع كريم او مع مربى انت بدك او مع سكر مثل انت بدك او قطر سميك نعم بعدين بتحطي الطبقه الثانيه عليها اوكي وبترجعي فيك تخفقي زلال بيض مع شويه سكر لواحد تحطيهم على الوجه ترجعي تفوتيهم شوي صغيره مع بعضهم هلا على الفرن تاخذ لون دغري وفي منهم بالباتسوريات بيحرقوها بالفرد خصوصي اوكي طيب ميرسي كتير لك تكرمي اهلا وسهلا فيك ميرسي شيف تكرمي طب بس ما بدك تعمل شيف يلا بسم الله هلا احفرجيكم هيك هيك ضل عندي شوي من حشوة الكشك او بنعملها بعجين صغيرة في عجين في عجين يلا هلا شاف احنا في حال هاود العجين الفضل بدنا نخليهم خميري لعجينة تانية خميري لك شو بتعمل بنشيلها خميري ويني هاي وحدة يعني لحتى ما نحطها وحدة 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 هاي نعملها هيك بنجيب وعي بنحط فيه طحين مثل هالوعي بنحط فيه طحين طحين كيف الطحينة رقعتي فيه مليان طحين ومنحطها جوات الطحينات ومنغطيها ومنحطها بالبرار بتهدي 3 اشهر 4 اشهر هلا وقت اللي بدي اشيل انا اعجن منها بشيل شقفه شقفه صارت كثير قويه لا مش كلها بشيل شقفه وبعجن فيها بتعجن كيلو صارت كلها خميره صارت تعجن كيلو صارت بتعجن كيلو وهي بتعجن يعني هاو 3 كيلو كل وحده كيلو هلا كمان بس اعجن فيها اعمل نفس الشيء في تشيل منها وإذا حطيناها كلها ورجعنا شلنا عجينة جديدة شو؟ يعني بتطلع أكثر هاي بس نلحق هاي بعدها ماشي حيل حركي ونتف يرخو إيه شو ما كان فيك تحطيه بس بدها طحين والفريزر بتهدي سنة ما بيأثر هلأ بس نشيلها هي بدنا نحط لها شوية مي سخنة يمكن او ماي فاترة ماي فاترة ماي سخنة ما بيسوى رجعنا لها ماي فاترة وبتدوب هيك وبنعجن فيها مزبوط قوية النار هونيك كتير كبيرة لانه الجبنة وال هلا يمكن ناس كثير تنبسط بهالحلقه ويمكن ناس يقولوا ولو بعد ناقص الشيف يعملنا نقيش بالفاصوليا لا او بالحمص مش المهم شو تقولوا المهم تذوقوا تعملوها وتذوقوا وساعتها بتقولوا الشيف شو عمل يعني هون في النكهه في طيبه وهيك بيتوزع اصناف للاولاد بينبسطوا فيهم وبنكون حضرناهم بالبيت ما زهقوا الاولاد كمان عملتوا لهم اكتيفيتي بالمطبخ وشي بياكلوه بيكونوا مبسوطين فيه وبيشتغلوا فيه
بعدين الحبوب شيف في ولاد ما بتاكل بالطبخ مزبوط. هيك بالعجينه بيحبوا العجينه بياكلوها بياكلوها. وكمان لنشوف انه شوفوا الكاميرا هاي العجين لكي فيه محمص العجينه محمصه من تحت مستويه كليا. هذيك المرة عملنا لهم بطاطا كمان بسطوا فيها. هلا عادة في كتير ناس بيقولوا العجينة بتقب معهم، أسا أبيت في حال دغري بالشوكة. لما كانوا يقولوا شاف إنه غديني جبني وزيتون وعشيني بطاطا، يعني كان عيشي هنية. كان عيشي كانت الاشياء ايه انه ان شاء الله هيك ترجع لي. هلا بيتسابقوا ما بعرف كيف هالتسابق على الشارع، ما تلاقي هالعلم واقفه بالدار. انا رحت عند اللحام واقفين بالدار فلت رحت جبت لقطيني بلا ما اعمل كبش على اللقطين ما في حدا عجب ما حداش عجب. الله يساعد هالعالم الله يساعد هالمواطنين يعني هيركينهم بشغلات كل صغيرة كل وعم يلهون بأشياء كل فترة تنوية. خليها على نار خفيفة يلا خليها على نار خفيفة. كل لأني. بيت اسم الله صار فيه سوبر ماركت ايه. ما هلا المشكلة نحن ايش عم نعمل هيك شغلات ليستعملوا اللي عندهم. كل الناس مموني حمص ايه. كل الناس فاصوليا كل الناس كشك يعني من حواضر البيت. جبنة بيجي وفي سوي جبنة بيضة بكل سهولة أو يجيبوا قالب جبن صغير ويبرشوه ما بندورة مثل ما حطينا وبصل وبقدونس شوية زيت زيتون وخلص. هلا في حال برجع بقول مش متوفر البصل الأخضر فيهم يحطوا بصل يابس ومشابه ذلك. هلا من هيك كانوا يقولوا شاف إنه الموني بالبيت ركيزتها ركيزة قمح وزيت، يعني من القمح كانوا يعملوا البر جايهم بر كلهم والزيت ما بيستغنوا عنه يعني. هلا بنرجع عليها للزيت. كل شيء في زيت فينا نعصره ونشيل منه. ما بيقولوا مثلا في زيت الغار بيستعملوه للصابون لا كمان بيطلع زيت. هلا مثل الست اللي اتصلت زيت النخيل بهالبلدان في كتير عنده النخيل في الغصن منه بيشيلوه بيعصروه بس يعصروه بينزل منه هالزيت ولا زيت النخيل بيكون عنده بيكون عنده وفرة فيه يعني كمية كبيرة. يا ست فيفيان نحن بنشكرك. بعد في المقادير المقادير ما نزلش بنزلها يلي كان في عنا هالفاصوليا بس طلعت واحدة كبيرة وواحدة صغيرة يا واحدة وسط ياس كبير هو حسب ما فضيت المقلة. راح نشوف مقادير منقيش بالجبنة منقيش باللحمة أو بالقوارمة منقيش بالحمص ومنقيش بالفاصوليا. حلقتنا اليوم انتهت. انا بشكرك ست فيفيان على معاونتك وعلى مدك بهالعجين. مثل ما شفنا هالعجين اللي سويناه وقلنا العجين اللي بيزيد عنا دغري بنحطه ضمن ورق نايلون على جاط او صينيه او اي شيء بيكون عنا مالس وبنحطه بالفريزر بهدي هاي العجينه بتهدي 5-6 اشهر.
كان عندنا اليوم وينتبهوا على الكورونا يعني هلا كل الناس في, في وزارة الصحة بتنبه علينا نحن اللي بنقول شو ينتبهوا على الأكل وينتبهوا كثير على الأكل يكونوا منيح والكمامة ضرورية والكمامة ضرورية. كان عندنا اليوم نعيش الفاصوليا كثير طيبة بنعيش بالجبنة بس أكيد كل واحدة إلها خلطتها الخاصة بنعيش باللحمة والكشك أو بالأوارما كشكو أوارما يلي عنده أوارما ما بده غير دغري حط معه ملعقة أوارما ومنقيش بالحمص. حلقتنا لليوم انتهت بشوفكم على راد بحلقة جديدة ودائما عبر شاشة التلفزيون لبنان ومنقلكم باي باي.